في اليوم الثاني لشهر آب سنة 18 و2000، لست أنسى تلك اللحظة التي التقيتها فيها، وتحديدا على الساعة 6 مساء عند وصولي إلى مكان سكنها. لا زلت أذكر مشهد انشغالها في نشر ملابسها، وما أن ناديتها خالي حكمة التفتت نحوي مذهولة، فكان اللقاء. أمضينا سويا تلك السويعة ما بين بكاء وصمت، وكان يتخللهما بعض الابتسامات المثقلة بخذلان الأيام، ولا يزال خدي يستشعر ملامسة خدها في كل مرة كنت قد احتضنتها فيها. جلست أوثق كل شيء بنظراتي، وتأملت في تفاصيل غرفتها حيث خيوط الشمس تخترقها من فتحات النافذة. كان كل شيء عتيقا. أذكر أني أمسكت بيدها ورحت أتحسس التنفخات التي كانت قد غطت زندها إثر حقن العلاج. وقبل تدوين هذه الأسطر كنت في كل مرة فاح عطر ذكرها أغيب عن حاضري وأحط الرحال مجددا في ذلك اللقاء اليتيم. فجعت كغيري بنبأ رحيلها لتعود بي الذاكرة إلى 2 من شهر آب، وتحديدا على 6 مساء. ارقدي بسلام يا خالي حكمة، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جنانه.